عن بعد. نزار نقول لك صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا. يعيشك، صباح الخير ليك ولكل مشاهدينا وكل العاملين هوني في التلفزه الوطنيه. اذا نزار كالعاده باش ناخذوا فكره على ما يدور، خاصة اليوم ما عادش نحكيو على صحف ورقية، نحكيو على أخبار وعناوين على الصحف اللي تحولت إلكترونية ولا الكل وقتين إلكترونية. وقتين إلكترونية. نعم. فما مواقع زادة إعلامية عالمية وكذلك كل. وخاصة نعملوا طلع على موقع الوماسة ديما منظمة الصحة العالمية، لازم نعملوا عليه طلع. عندنا بعد التحيين. التحيين. نعم. نشوفوا أول حاجة، نشوفوا إنه فما خبر مفرح لازم على الأقل نقولوه، انه شفاء 4 حالات مصابين بالكورونا اصيلي ولايه الكاف في اللي قاعدين عاملين العزل نتاعهم في المستير. أي. تم يعني الشفاء نتاعهم بعد انه عملوا مرتين التحليل نتاعهم نهار الجمعه ونهار الاحد وطلع سلبي في كل التحليلين، وهذم 4 على الاقل خبر مفرح، 4 يعني يوم من فيروس كورونا، وان شاء الله البقيه يعني بقيه الحالات الكل تمشي على هذا المنال وتشفى ويعني تنقص الحاله بسياسه ان شاء الله في تونس. هو الملاحظ معناتها الحمد لله معناتها بالتزام خاصه التوانسه بالحجر الصحي، نحسوا فما بدينا نستقروا شويه ان شاء الله. اي ان شاء الله، حتى عدد الحالات المعنى كل يوميا من وزاره الصحه، لكن هذا مازال ماهوش كافي. مثال راهو لازمنا ننبهوا الساده المشاهدين، مازلنا شدوا ديارنا معناتها مازال وزاد. حتى شوفوا نقول لك حاجه، شوفوا في العالم كامل من مقاربه تاع ان قد ما تعمل تحليل قد ما تكتشف المرض هذا حقيقه انتشاء المرض هذا راهو لازم نمشيو به. هذه على الاقل التوصيات نتاع منظمه الصحه العالميه انك لازم تمشي نحو اكثر نحو التحليل واكتشاف الحالات باش على الاقل تضمن ان حالات العزل هذه باش ما ينتشرش الوباء اكثر في المجتمع، خاصه واحنا عندنا ما يسمى بالوفاه الفجائيه بفيروس كورونا. صحيح. امس برك حاله في بنقردين، واحدة حاله هلع كبير في بنقردين، يعني في اخر لحظه الراجل جاء للمستشفى يعني و كانش يشكو من حتى اعراض. لا كان يشكو من اعراض لكن ما مشاش. كان يشكو من اعراض لكن ما مشاش، كان في اخر وقت اللي تعكرت برشا الحاله نتاعو. هو يمكن هذه المشكل نزار، نفتح قوس هنا سد المشاهدين، راهو ماهوش عيب معناتها، بالعكس نجم تنقذ روحك وتنقذ غيرك معناتها وقت تمشي تحس اعراض. معناتها احنا تو ساعات نتشكاو نقولوا 190 عليه برشا ضغط، ناس قاعده تكلم ميسالش كلموا 190 امشيو معناتها تو فما دي معناتها سيركوي كوفيد بعد باش نحكيوها. لازم يتنقلوا، لازم يتنقلوا، فما سيركوي كوفيد كامله ينجم يدخلوا منها ويعني باش نعطيو مثال الحقيقه مع سي برهان الذوادي من بعد باش نحكيو على تجربه ياسر معناتها متميزه في بنزرت. أي. بالحق حاجه حلوه برشا ونموذجيه، وباش ناخذوا اكثر تفاصيل على السيركوي كوفيد هذايا وباش نشوفوا زاد عمليه بيضاء مهم برشا. صحيح، هذا صحيح الكل. نعم. وكما قلت لك يعني الحاله هذه في بنقردين هي اللي خلت برشا هلع، و18 كادر يعني طبي تو قاعدين في العزل حتى يعني يكملوا تطلع نتيجه التحاليل نتاعهم، بانتظار ان تجينا التحاليل السريعه هذه باش على الاقل هي تمكننا باش نربحوا برشا وقت، خاصه في عزل الحالات المصابه عن المجتمع، وهذا الكل يعني يتطلب مجهودات ومواصله في الحجر الصحي. يمكن هذه يعني فما اتجاه انه التمديد في الحجر الصحي يعني بعد انتهاء الفتره تاع 19 فبراير يمكن التمديد نتاعو متوقع الحقيقه، متوقع وامكانيه يعني انه يكون بعض القطاعات مش الكل هي اللي تحل، هذا امكانيه موجوده، فما تو تفكير في انه يفتح ولا ما يفتحوش بعض القطاعات مش الكل، لكن الاصل انه سوف يذهبون نحو التمديد في الحجر الصحي لاستدامه الحاله هذه نتاع محاصره الفيروس والكورب نتاعنا نتاع الوباء هذا، باش الوباء ما يكونش طالع برشا كما بلدان اخرى، يعني تو هذا زمن الحكمه كما نقولوا احنا في مواجهه الكورونا. اليوم زمن الحكمه في مواجهه الكورونا، خاصه وانه البارح فقط هناك اجتماع مجلس وزراء. صحيح. ويعني تم بعد يعني دخول حيز النفاذ للقانون عدد 30 المخول لاصدار مراسيم لرئيس الحكومه على المعنى الفصل 70 الفقره الثانيه فصل 70 من الدستور التونسي، البارح دخل حيز التنفيذ
نهار يوم الأحد والبارح تم مجلس وزراء تم المصادقة فيه على 12 مرسوم وكذلك فكرة على المراسم هذه فما أبرزها متعلق بالإجراءات والأجان يعني العشيكات وعلى الدفعات والمقبوضات كذلك على أنه مرسوم يتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية كذلك مرسوم يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من وطأة الفيروس هذا ومرسوم يتعلق بضبط أحكام خاصة لمجابة انتشار فيروس كورونا كذلك فما مرسوم يتعلق خاصة ب يعني تعبئة الميزانية هذا مرسوم اللي باش يشوفوا تعبئة استثنائية للميزانية التونسية وكذلك يعني فما أمر يضبط الشروط اللي من خلال الدولة سوف تتولى يعني معاضدة جهود المؤسسات اللي يعني هي في ضرت حاجة ضرت نعم. في من التدخل في حاجة بطبيعة معاضدة اليوم أي صحيح الحقيقة العديد من القطاعات وشفنا برشا إجراءات للعائلات المعوزة لكذلك زاد حتى في بعض الوزارات أخذت على عاتقها أنه تدخل مثلا وزارة الثقافة غير من الوزارات اللي دخلت لبعض القطاعات اللي هشة شوية مثل الموسيقيين وغيره معنا صحيح لخاطر هذوما كم قطاعات هشة كم ما يخدمش ما يجمش شكل نعم لذلك يعني لازم فهم معاضدة معينة خطر هو مش قاعد يقوم بعمل يعني إنسان نشط لكن مش في حالة نشاط لأنه فما الكوفيد هذايا هو اللي مخليش ينشط مخليش يدبر كما نقولوا احنا بلغتنا مارشيات باش نجم هو يعني يرتزق ونجم ياكل الخبز كما نقولوا بالدرجه لذلك يعني لازم من هنا فما معاضده معينه من القطاعات يعني مش فين على القطاعات هذايا فهمت وكذلك يعني ان هنا نشوفوا حتى عديد المؤسسات الاخرى اللي باش تشكي صعوبات كبيره من خلال يعني هذه الازمه هذه ازمه الكوفيد وبالتالي يعني يعني لازم نمشيو نحو انه يتم المعاضده نتاعهم باش يعديوا الفتره هذه ويحافظوا خاصه على مواقع العمل وعلى انه ما يتحلش الموظفين نتاعهم على البطاله والبطاله المستدامه خاصه وانه فما فما تحذير من صندوق النقد الدولي نعم وكذلك حتى منظمه التجاره الدوليه وغيره من انتظارات انه يذول 2.5 مليارات يذول باش يدخلوا في البطاله في العالم معناتها نعم. حاجه كبيره برشا كبيره برشا وكذلك يعني فما حسب الصندوق النقد الدولي اللي حكينا فيه انه 4.3% قد يكون هو نسبه الانكماش نتاع الاقتصاد التونسي يعني تراجع في نسبه اما النمو او حتى بالنسبه ل حتى نقولوا احنا الناتج القومي الخام وهذا يعتبر اكبر انكماش اقتصادي في تونس منذ الحرب العالميه منذ الاستقلال يعني منذ 1956 وفما اليوم يمكن في العالم فما ارتفاع لسعر الذهب وارتفاع كبير جدا خاصة اليوم الصباح هذول رقم عمرنا ما وصلناه من 2008 صحيح لأنه شوف فهم برشا قاعدين خاصة من رجال الأعمال وخاصة المضاربين في الأسواق العالمية يقول لك أنا ما نخليش عندي ليكيديتي يعني فلوس ليكيد فيمشي يصرف ويمشي يشري ذهب هيك هيك علاش انه الطلب على الذهب وعلى يعني المعادن الثمينه تو يوصل للمرحله كبيره ياسر لانه ماذا به يخزن الاكثر الثروه نتاعو في شكل الذهب ولا في شكل اموال ومعادن ثمينه اكثر ما يخبيها في شكل اموال فهمت خاصه انه فما اتجاهات من بعض الحكومات في الغرب انه حتى يمشيوا نحو البنوك ويلونس يزيد معناتها بوكو دو كونت اللي عندهم برشا فلوس لذلك انه ما يمشيش بده فلوسه يمشي يشري بها ذهب لذلك تو نلقاو احنا تو التجاره تاع الذهب في السوق الموازى والسوق السوداء في العالم تشهد يعني اقبال كبير وكبير ياسر لانه كما قلت لك اصحاب الثروات يتجهوا نحو انه يبدلوا ثرواتهم بالذهب والمعادن البارح في فرنسا تم الاعلان على تمديد الحجر الصحي حتى ل 11 مايو 2020 ايمانويل ماكرون رئيس الفرنسي البارح كان اعلن هذا ولكن زاد كان اعلن على اجراءات اخرى تخص افريقيا نعم هو قال انه في الظرف هذا لازم الاتجاه نحو تخفيف الوطأة على البلدان الافريقيه اللي تعاني من اقتصاديات نتاعها من الكوفيد وبالتالي يعني يمشي نحو جدولة الديون أو أنه يتم الإعفاء من الدفع لبعض الدول الأخرى ويعني يمكن هذه اللفتة لفتة كريمة من الرئيس الفرنسي لكن بار كونتر يعني يمكن نقول هذه نجم نقول لك الـ NM4 متاع أنه رئيس فرنسي يخرج
ويقول نفس الشيء ثم ما لا ينفذ على أرض الواقع. يعني من عاد ساركوزي نشوفه في وعود وعود موجودة أنه القروض أو الديون هذه تذهب نحو في شكل استثمارات مباشرة وكذلك نحو حتى الإعفاء من دفع الديون بالنسبة للدول المدينة، لكن في الأخير ما يصير حد شيء. نفس الشيء يمكن ماكرون ركب عليه على مستوى اتصالي دولي، خاصة أنه كما تشوف يحب يوري نفسه اللي هو زعيم دولي في وقت أنه برشا دول وخاصة دول العظمى كما الولايات المتحدة الأمريكية جبدت نفسها من خليت روحها في عزلة وتملصت حتى من مسؤوليتها الدولية بصفتها كقوة عظمى، في وقت أنه كما تعرف أنها تعيش أزمة كبيرة وكبيرة ياسر في الولايات المتحدة الأمريكية، تفشي للفيروس بصفة كبيرة وكبيرة جدا، وهذا اللي المشهد ستغير بعد كورونا. هذا سيتغير بصفة عامة، وتغير من توا نجم نقول سيتغير خاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي، على مستوى حلف الشمال الأطلسي والتعاون بين دول حلف الشمال الأطلسي، خاصة كذلك بين الدول الغربية بصفة عامة، وحتى درجة التعاون كما شفناه أنه مثلا إيطاليا تلقت المعونة منين؟ مثلا من تونس، تلقت المعونة من كوبا، معونة طبية كبيرة من كوبا جدا، معونة كذلك كبيرة من روسيا تلقاتها، وكذلك معونة تونس قلتها لو نعم. لو وكذلك معونة كبيرة من الصين، يعني هذوما الكل البلدان هذية هبت لنجدة الإيطاليين وكذلك الإسبانيين في وقت أنه حلف شمال لا تصي وقت اللي طلبوه بالتدخل بمواد طبية وكذلك معناتها ما استجابش، كذلك إيطاليا وقت اللي مشيت الاتحاد الأوروبي وطلبت معونة كذلك ما استجابش الاتحاد الأوروبي، في وقت أنه فما تعاون خاصة بين فرنسا وألمانيا يكون فما تعاون كبير ياسر بيناتهم على مستوى مواجهة فيروس كورونا. لهنا كما نشوفوا احنا الدواليزم والثنائية في التعامل بين الدول الأوروبية، دول جنوب أوروبا ودول شمال أوروبا، يعني نتحدثوا عن الدول هي النواة والقلب في أوروبا، ودول أخرى وصون لبيريفيريك أو الأطراف، يعني هما يعني يمكن مهمتهم ووظيفتهم كدول هي وظيفة حمائية للنواة هذه اللي موجودة في أوروبا. قبل كانت بريطانيا وفرنسا والمانيا، تو فما فرنسا والمانيا بالنسبه لينا مكاو، وهذا الكل باش يخلينا بعد الكورونا باش نشوفوا خارطه جديده يعني على المستوى الدولي. بار كونتر فرنسا شدت الكونفينمون حتى ال 11 ماي، نشوفوا انه اسبانيا قررت يعني بعد تباطؤ أعداد الوفيات في إسبانيا، كما نعرف إسبانيا ثالث دولة تضررت من الفيروس هذية بعد أمريكا وإيطاليا، وقررت أنها باش تفتح بعض الشيء في بعض القطاعات، خاصة أن الاقتصاد متاعها هش ما قادش يكون يعاونها، فاتجهت نحو أنه بعض القطاعات باش تفتحها للعمل، وهذه الكل يا منى راهم مش باش يخلينا في الأخير نواجه إلا يعني مرحلة جديدة من انتشار الفيروس في إسبانيا لو أنه ما تبعوش يعني الكونفينمو بصفة مشدة، خاصة كما قلت لك إسبانيا منظرة كبيرة كبيرة من انتشار الفيروس كورونا. فما بالله فقط أنه فما البيان بتاع الاتحاد العام التونسي للشغل البارح يعني حول يعني الوضعيه تو، خاصه انه شدد على انه لا مساس باجور العاملين في القطاع الوظيفه العموميه والقطاع العام، وانه قال انه فما بعض التصريحات الاستفزازيه فيما يخص يعني الدعوه لاقتطاع من مرتبات قطاع كبير جدا من مرتبات الموظفين، وقال انه لا سبيل اليه، وكما طالب وزاره الماليه بسحب المنشور نتاعها المتعلق ب يعني بضروره التقيد وتشدد في الـ يعني المصاريف الموجوده في القطاع العمومي، وكذلك حتى في لي بريم اللي بالنسبه دي بالنسبه للمشتغلين في القطاع العمومي، وقال هذا غير معقول، كما انه طالب بجلسه بين الحكومه وبين القطاع الخاص، وقال انه الشغالين في القطاع الخاص هما قاعدين يتحملوا في اكثر يعني في اكثر وطأة على في هذه الازمه من ازمه الكورونا. ونختموا كالعاده نختموا قريب زملين حاله اصابه في العالم، الارقام قاعده تتصاعد، يعني البركة البارح يمكن قريب يعني 800 ألف اصابه، كانت 1870
او 1800 وكذا، تو لقاو 1930 مليون و930 اصابه، وكما نشوفوا رقم رقم الوفيات تطور 119000 و452000 حالة شفاء. وكما نشوف الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الدول المصابة 588 ألف إصابة و23 ألف، البارح كان 22 ألف فقط، يعني ألف إصابة في 24 ساعة، 23 ألف وفاة و44 ألف يعني معافى. نشوفوا أنه الأرقام قاعدة يعني تكثر، مقابل أنه أوروبا قاعدة تتراجع نسبة الإصابات وكذلك نسبة الوفيات، سواء ذلك في إيطاليا ولا في إسبانيا، نعم. كذلك في فرنسا، ألمانيا، ميركل قالت يمكن في الأسبوع القادم والأسبوع اللي بعده يمكن يبدأوا يتهيئوا باش يرجعوا، يعني ما بعد الحجر. نعم. بعد الحجر. شكرا لك نزار، يعطيك الصحة.